في عنا رابط راح يتم وضعه في وصف هذا الفيديو لتنزيل المادة التعليمية وتنزيل البرنامج اللي ما عنده هذا البرنامج. احنا موجودين هون على قناة GIS 4W، فيها العديد والكثير من الفيديوهات لتعلم نظم المعلومات الجغرافية وبرنامج RGS Pro. لو رحنا على هذا الفيديو، هذا الفيديو او هذا الدرس اللي اسمه شرح GIS نظم المعلومات الجغرافية وبرنامج RGS، موجود عندنا في الوصف موضوع عن طرق تنزيل برنامج RGS Pro. اذا في عندنا هذا الرابط لتنزيل برنامج RGS Pro، كذلك المادة التعليمية. ما عليك سوى تقوم بالنقر على تنزيل قاعدة البيانات، اي في عندنا في بداية هذا المقال تنزيل قاعدة البيانات الجغرافية جاهزة، فقط بتنزلها ثم بتم اتصال فيها في برنامج RGS Pro. ايضا في هذا المقال طريقة تنزيل البرنامج والتفعيل، في عنا فيديو احنا بنقدر نشاهده نتعلم كيف نقوم بتنزيل برنامج RGS Pro. فقط نقوم بالضغط هنا، نروح على هذا الصفحة، نقوم بالنقل على تنزيل المربع الأزرق، وهيك احنا نزلنا ملفات البرنامج، وأيضا بنفس الطريقة نقوم بتنزيل قاعدة البيانات الجغرافية. وهلا راح نبدأ الشرح من خلال فتح البرنامج من قائمة ابدأ. نروح على قائمة ابدأ ونكتب RGS Pro. نضغط على أيقونة البرنامج، عندنا هاي الواجهة الرئيسية قبل الدخول إلى البرنامج. طبعا هاي الواجهة لكي نختار مشروع العمل، إما أن يكون مشروع عمل جديد أو مشروع عمل قديم. طبعا لأي شخص نزل برنامج جديد في هاي المنطقة مش راح يكون ولا أي مشروع موجود، لكن لأن أنا قمت العمل على أكثر من مشروع فجميع المشاريع التي كنت بالعمل عليها تظهر في هاي المنطقة. طبعا هذا البروجكت احنا بنقدر نفتح مشروع ماب أو كتالوج أو جلوبال سين أو لوكال سين، إن أربع مشاريع. وأيضا عند فتح مشروع لوكال سين بنفس الطريقة بنقدر نفتح ماب، وإذا فتحنا ماب بنقدر إحنا نفتح لوكال سين والكتالوج والجلوبال سين. نقوم بفتح مشروع خريطة، نضغط على هاي الأيقونة، هاي رسالة إنه في عنا البروجكت نفسه راح يتم حفظه في هذا المسار، واسمه راح يكون بهذا الاسم. احنا بنقدر نغير الاسم، نقدر نكتب GIS 4W. ايضا في عنا خيار نقدر احنا ننشئ مجلد جواته ملفات المشروع، او بتم انشاء المشروع بدون مجلد. نجرب نلغي هذا الخيار عشان توصل المعلومة بشكل افضل. في عنا هون هذا المجلد على جهاز الحاسوب، راح يتم انشاء ملفات هذا المشروع داخل هذا المجلد. نرجع على RGS Pro، نضغط على OK. مجرد ما تم فتح المشروع لأول مرة بيظهر عندنا خرائط أساس. نرجع لمكان حفظ هذا المشروع، بنلاحظ إنه كان عندي أنا هدول الملفات فقط، لكن عند إنشاء المشروع ظهر عندي ملفات جديدة. ليش ظهرت بهاي الطريقة؟ لأن أنا كنت بإلغاء قرار إنشاء مجلد. إذا أنا فعلت إشارة التيك على عند إنشاء أي مشروع، الملفات 1 2 3 4 5 بتم إنشائهم داخل مجلد جديد. نغلق هذا المشروع، بنرجع نفتح كمان مرة المشروع، صار عندنا مشروع جديد اسمه GIS 4W اللي كنت بإنشائه قبل قليل. نعمل كمان مشروع، لكن في هاي المرحلة راح يتم تفعيل هذا الخيار لإنشاء مجلد بيحتوي على مجلدات المشروع. هاي الطريقة الأنسب والأفضل. نسمي المشروع تيست 2 لأنه في عندنا اسم تيست. نعمل أوكي. نرجع على مكان حفظ هذا المشروع، بنلاحظ ظهر عندنا مجلد اسمه تيست 2. لو دخلنا جواه بكون عندنا هدول الملفات. طبعا شو هدول الملفات راح يتم شرحهم بعد قليل. اذا بعد ما نكون بفتح مشروع بظهر عندنا خريطة اساس للعالم وبنظام احداثيات عالمي. احنا بنقدر
نتفاعل مع هذول خرائط الأساس ونتصفح جميع دول العالم أو أي منطقة إحنا معنيين فيها. كذلك نستطيع تغيير خارطة الأساس وإلغاء أي خارطة أساس. مثلا هاي الخريطة نقدر نضغط عليها رايت كليك ثم ريموف. هيك احنا تخلصنا من اول خريطة اساس. برنامج للمستخدم موجود فيه عدة واجهات ومكونات رئيسية واساسية، راح نتحدث عنها قبل التفاعل مع خرائط الاساس. اذا المكونات الرئيسية لواجهة مستخدم الار جي اس برو بتتكون من عدة اشرطة ومكونات. في عنا اشرطة ثابتة مثل شريط العنوان والحالة. في عنا أيضا أشرطة بتتكون من علامات تبويب ومجموعات وأدوات وأزرار وشاشات العرض المشاهدات يعني واللوحات. من أهم الأشرطة الثابتة في عنا شريط العنوان موجود عنا فوق. في وسط هذا الشريط بكون عنا اسم المشروع. في المنطقة هون موجود عنا عدة أوامر بنقدر إحنا نضيف ونعدل عليهم. بقدر أشيل الأداة الخاصة بالزوم. بقدر أشيل الأداة الخاصة بالزوم، بقدر أرجع نضيفها، وأي أداة موجودة عندنا في البرنامج كلياته نقدر إحنا نضيفها في شريط العنوان خلال الضغط على القائمة المنسدلة ثم التوجه إلى مور ثم البحث على أي أداة إحنا بدنا إياها. نضغط على جميع الأوامر ونقدر نبحث على أي أداة أو أي أمر إحنا بدنا إياه. نجرب نكتب هذا الأمر. عندنا أداة الميرج نقوم بتحديدها ثم الضغط على أد ثم أوكي. أيضا بقدر إني أقوم بإزالة هذا الاختصار من خلال الرايت كليك على هذا الاختصار أو هاي الأداة يعني، ونضغط على ريموف وتتكون واجهة الـ RGS برو من الشريط الأساسي. في هاي المنطقة كلياتها اسمها شريط. هذه منطقة الشريط الريبون. طبعا شو المقصود في الشريط؟ طبعا الشريط بيعرض جميع الوظائف الأساسية. يعرض الشريط الوظائف من خلال سلسلة من علامات التبويب والمجموعات. إذا هذا الشريط بتكون من علامات تبويب ومجموعات وأدوات وأزرار. هذول الأدوات والأزرار والمجموعات إحنا بنستخدمهم لتنفيذ مهام متنوعة. في عنا تاب أو التبويب الخاصة في الماب، في الإنسيرت، في التحليلات، في العرض، في التحرير الإديت، وأيضا تبويبة خاصة بالراستر داتا أو البيانات الشبكية والصور الجوية والفضائية. وأيضا في عنا تبويبة خاصة بمشاركة الطبقات والبروجكت اللي إحنا شغالين عليه. إذا شريط بيحتوي على تبويبات معينة، وداخل كل تبويبة في عنا مجموعات. عندنا هون مكتوب مجموعة بروجكت، هون اللاير تمبلتس، وأيضا في عنا تبويبة خاصة في الماب بنلاحظ فيها التنقل، مجموعة خاصة بالتنقل، مجموعة خاصة باللاير أو الطبقة، في التحديد، في الاستعلامات، في النصوص. كل مجموعة بتحتوي على أزرار وأدوات. إذا الشريط الموجود فيه علامات التبويب والمجموعات والأدوات والأزرار. في عنا التاب التبويبة، كل تبويبة أو كل تاب بيحتوي على مجموعة، والمجموعة بتحتوي على أدوات وأزرار بتم تنظيمها حسب الهدف أو حسب تشابه هذول الأدوات. يعني مثلا في عنا أداة الاستكشاف والأدوات الخاصة بالزوم إن أو فول إكستنت والبوكمارك والبحث عن طريق الإحداثيات الإكس والواي. هذول بتشابهوا، هذول الأوامر أو هذول الأدوات بتشابهوا مع بعض بالعمل من حيث الاستخدام، لذلك تم دمجهم في مجموعة واحدة. أيضا الطبقات، أنا بقدر أضيف أي طبقة موجودة أو بقدر أضيف أي بيس ماب أو بقدر أضيف رسم بياني معين. الثلاث أوامر أو ثلاث أزرار موجودات بنفس المجموعة. وبعد ما تم شرح الشريط والتبويبات الموجودة عندنا والمجموعات، وكل مجموعة بتحتوي على الأوامر والأزرار، في عندنا إشي اسمه لوحة أو بانل. مثل إيش لوحة أو جزء أو بانل؟ في عندنا الكونتنت المحتويات، في عندنا الكتالوج، وأيضا بنقدر إحنا نضيف أكثر من لوحة، وأيضا بنقدر إحنا نحدد مكان الأنسب لوجود هاي اللوحة من خلال
الضغط بزر الفأرة، ثم التوجه على أي منطقة إحنا نشوفها مناسبة. بقدر أضيف الكونتنت بهذا الشكل مثلا، بعود أسحبه وبغير بأي اتجاه أنا بشوفه مناسب. وبنفس الطريقة الكتالوج، إذا كنت بإغلاق هاي اللوحة نضغط على كلوز، بستطيع من خلال تبويبة الفيو أقوم بالنقر على الكتالوج بانل أو بان، بالنقر على الكتالوج بكون بفتح الكتالوج على شكل جزء أو على شكل لوحة.